يعني اول بطوله نظمها الاهلي عام 85 في جده، ترى شارك فيها اربع فرق ابو فهد. ترى احنا اليوم في الهلال برضه، والهلال اللي يقول فركاوه، الهلال نظم بطوله فيها فركاوه هنا، ايوه فاز على 4-3. هذه بطوله اخرى يا اخي، يا ابو فهد احنا اليوم ترى في عصر العلم والمعرفه، عصر العلم احنا تدخل موقع الاتحاد الاسيوي، لا تدخل موقع ولا شيء، تشوف البطولات وتشوف التاريخ، ما يحتاج تقول الناس رايك. عبد الكريم انا اعرف انك تحب الهلال، ما له علاقه، انا اتكلم عن المعلومه. انا اعرف انك تحب الهلال. النسخة اللي شارك فيها فركاوة باستضافة الهلال تختلف عن النسخة الثانية اللي قلت لك. اللي قلت دقيق يا ابو فهد، اترك، انا قلت لك فركاوة لان جت في بالي فركاوة. يا الهلال انتهت 4-3. اسمع مني، هذه لعبة في الرياض فركاوة وانتهت، فاز علينا الفركاوة. الحين بتجيب الرشيد، تبي موضوع الرشيد؟ الرشيد بطولة عربية. ابو فهد من تبغى اي موضوع؟ دقيقة يا ابو فهد، طيب. الظفار بطولة خليجية، من تبغى بعد؟ يا اخي مين كوميديا هي ترى؟ انا كوميديا، انت ما تبي يا اخي، انا مشكله. طيب انا مشكله، ما تسوي مغالطات، ايش اسوي لك انا؟ طيب انت انا اعطيك، انت ما تبغى، لا لحظه التاريخ ابو فهد انا اعطي تاريخ ويعطي معلومات مغلوطه. ابو فهد يخلط فركاوه بيوموري بمدري مين. ابو فهد ابو فهد ما في داعي ارفع الصوت، ليش ما لا لا يعني يقول كوميديا، نعطي خبر من هنا يقول لنا، معلش معلش خبر من هنا. ابو فهد لحظه ترى هو بعيد يعني. ابو فهد انت تكلمت عن الشان الاسيوي والعربي والخليجي وقلت كل المبررات اللي عندك والمعلومات، صح؟ طب خلينا نسمع منه ايش يقول. هذه غلط، اسمع يعني منه. انا املك الشجاعه، النصر انهزم من نيسان 5-0 في طوكيو. اسمع منه، في احد يقول لي لا؟ انهزم بخمسة تعادلوا هنا في الرياض 1-1 وانهزم هناك. طب اسمع مني الاخوان في الانديه الاخرى، لا التاريخ ما يبغونه، هو قال معلومه غلط على ما يبغون التاريخ، ما يبغون التاريخ. البطوله اللي نظمها الاهلي في جده، طب لحظه شوي، معلومه غلط، ما يبغون التاريخ، ما يبغونه. انا كنت في مركز اعلامي، ايوه البطوله فيها 10 انديه، لا 20 يا اخي، 4 انديه والاهلي اخذ الثاني، والاهلي في المباراه الاخيره انهزم 3-1. عارفها مع 4 انديه في جده. يا انا في مركز اعلامي ان شاء الله، انا مسوي كتيب عنها. ما هو لو انك انت رئيس المركز، الله يهديك، لو انك انت رئيس المركز بمكانتك تصير على رايك، وكان الناس ما تفهم شيء. اي لانك فعلا مقدم معلومه غير دقيقه عن البطوله. انا 10 انديه ولا صار. طيب لا اله ولا صار، اقول لك انا مسوي كتاب عن البطوله يا اخي، انا عارف لعيبه، عارف لعيبه، اوريهم اهدافهم. يقول انا لعبت المباراه دي، منهم الاربعه لعب الاهلي من دول اربعه، ايش الكلام؟ مع الاتحاد السوري اربع فرق. اتحداك اللي البطوله اللي لعبها الاهلي عام 85 اربع فرق، ماشي يعني اربع فرق في البلد الهلول. ابو يزيد اتحداك تصير 10. ابو يزيد اقول له مسوي كتاب. دقيقه خالد، لحظه ايش اللي مقنعك في كلام ابو فهد؟ شوف انا مالي علاقه في كلام ابو فهد، اولا انا لاني بمختص في التاريخ، ولا عندي الرغبه في الحديث عن قيل وقال. أيه. كلام يعني سابق، انا رجل اعرف 1+1=2. الهلال حسب الذاكره الشخصيه طبعا، ما هي بحكايه انه والله تدور مجد، الهلال عنده بطولات الدنيا، ولو بحاجه انك تضيف له بطوله او تسحب منه بطوله، هذه حقائق مثبته موجوده. تاهل للمباراه النهائيه قدام يوميري الياباني وانسحب لعدم اعطاء لاعبين المنتخب في تلك المباراه، وانسحب اي عبد الله مساعد رحمه الله عليه. التاريخ الدقيق والمعلومة الصحيحة هذه أنا ماني بحاضر لها الآن، ولكن حنا مثل ما قلت لك، حنا في عصر العلم والمعرفة، مجرد تدخل لموقع الاتحاد الآسيوي حسد تجد المباراة البطولات والأندية والمتأهلة والتصفيات، ما يحتاج لا ناخذ لا من عبد الكريم ولا من سعود ولا من زياد ولا من عبيد، هذه آراء شخصية كل واحد حر فيها. المعلومة موجودة مثبتة، حنا نتكلم عن عصر الحجري، نتكلم عن قبل في الثمانينات كلها موجوده. ما هي براءة، انا حاضر كلها. ما خلص ما هي براءة، بس ما خلص اذا خلص عدل. طيب انت اذا خلص انت التزمت الصلاه، انت اللي تعدل. لحظه انت اللي تعدل له، لحظه لو سمحت، انت اللي تعدل له مو انا اللي اعدل له. خلاص انت اللي تعدل، انا ما لي علاقه فيكم. يعني عندي انت اللي اثرت الموضوع. لا لا شوف، لحظه شوي اسمع، اذا خلص انا لحظه بعد، انا حتى الان لست معني بكلام الزميل سعود الصرامي. طيب يحط، بس اذا خلص قول لي خلص، يحط تاريخ اللي يبغى. هو لك وانا كلمتين انت قاطعني، يسوي اللي يبغى، يحط اللي يبي، يقول اللي يبي، هو حر، انا ما لي علاقه فيه، هو رايه، انا لي المعلومه الصحيحه
اللي موجوده في الاتحاد الاسيوي والموجود عندنا في جيلات الاتحاد السعودي والناس اللي حاضرين العصر هذا. بس ما في كلامي صحيح يقولون هذه الارقام، كلامي صحيح مو بصحيح يقولون هذه الارقام، وانتهى الموضوع. ممتاز. ما فيها يعني، هي ما هي قضيه راي شخصي. الراي الشخصي لما اقول والله فلان احسن من فلان، انا قاعد اتهاوش انا وياك، انا اقول ماجد احسن وانت تقول سامي احسن، هذا راي شخصي بنقعد فيه لين يوم الدين. ولكن هالمعلومة ما فيها مجال أنا أقول وأنت تقول، هذه معلومة طيب مثبتة وموجودة في سجلات خلال الاتحاد الآسيوي. طيب نجيبها، إذا هو يبغى يحاج أي واحد يجيبها من هذا. شوف يا أبو يزيد، بالنسبة للمعلومة ذكرت أبو فهد لحظة بس دقيقة، بس بعلق على شغلة. الله يرضى. أنا بختم لأني معدل براجع. شوف لو ترجع على سجلات الأبطال، دوري الأبطال، تلقى هذا اللي اسمه يوموري مسجل بطل عام 88-89 لان الهلال انسحب. يوموري طيب. ايوه والهلال انسحب. اخي بكمل. طيب انت تسكت، انا نسكت لجيت اتكلم يا اخي. ايش هذا يا اخي؟ والهلال لم ينسحب لانه لم يستدعى لعيب، لانه لم يسمح له باعطاه لعيبته. هذا انسحب لان القرعه سمحت بانه مباراه الاولى هنا ومباراه الذهاب التسليم الكاس في طوكيو، هذه الحقيقة. أنا أقول هذا ما عندي صحيح. هذا الكلام ما صحيح. أنا ما أدري عن الموضوع ذا. بس هل معقولة نادي ما أدري ينسحب أن القرعة وقعت مباراة الذهاب على أرض؟ يا سلام عليك. وهناك أنا ما نعم. أنا أنا أراها. هذا الحقيقة. هذا الحقيقة. ما أدري. هذا الحقيقة. أنا ما أعرف. أنا بس اللي بقوله، أنا اللي بضيفه على الكلام اللي قاله أبو يزيد، أنا من ذاكرتي. انا طبعا اتكلم كلنا من ذاكر على فكره، كان حاضرين ولا شيء. رجل عمري يعني اقترب من الستين، اذكر هذه الحادثه. لكن للامانه اللي انا اذكره لا اذكر النادي اللي قابل الهلال، اذكر انه من 88 او 89 هو، لكن اذكر انه الهلال هذا امانه، هذا اللي اعرفه. يلا ان الهلال انسحب لان ابو راس سحب ثمان لعيبه للمنتخب. هذا اللي انا يا اخي هذا يكون مخطئ. انا لا هذه المعلومه الحقيقيه يا ابو صقر. القصه لها اثار سم ولها جذور، لكن قرعه محمد يا القصه معلش القصه لها اثار ولها جذور. كيف بدات هالقصه؟ اول فريق شارك في بطولات الخليج من هو؟ النصر. صحيح. وصارت مشكلة النصر مع العربي. صحيح. العربي الكويتي اللي انتهت 1-1. زين بعد ما صارت المشكلة النصر رفض يلعب المباراة الأخيرة، ها، فبدأت الإعلام الهلالي يرسخ مفهوم أنه من عزز لثقافة أو من زرع ثقافة الانسحاب بين الأندية السعودية لكرة القدم في المشاركات الخارجية هو النصر. لما جت مشكلة هذه يوموري اللي انسحبوا منها في بطولة كأس آسيا، ردوا النصراويين بأنكم أنتم انسحبتوا. قالوا لا، أن انسحبنا لأن هم أعطونا لعيبتنا السعوديين الدوليين. وهذه ما هي بالحقيقة، الحقيقة هي القرعة. مباراة الحسم صارت في طوكيو وانسحبوا. بس هذا الموضوع ولا حيفيد الناس أصلا. ها طيب. ما حيفيد الرياضة.